صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 108 لسنه 2023 بتعيين مدير في هيئه جوده التعليم والتدريب وذلك بناء على عرض رئيس مجلس اداره هيئه جوده التعليم والتدريب جاء فيه تعين السيده دعاء عيسى عبد الوهاب صالح مديرا لاداره مراجعه اداء مؤسسات التدريب المهني بهيئه جوده التعليم والتدريب.